هابي نيو يير. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شكو ماكو؟ ويلكم باك تو ماي شانل اللي صار لي شهر ما منزله عليها بما فيه الكفايه على الانستغرام، فخلص مش مسموح لكم تبهدلوني بالتعليقات على اليوتيوب. اشتاقيت لكم، اشتاقيتوا لي. شكو ماكو؟ وينكم عني؟ والله ويني عنكم، ما عندي اي اكسكيوز غير انه تعاجزت. اسمعوا هسه، احنا اليوم بعدنا مو بالنيوير، بس انتم لما تتفرجون هذا الفيديو حنكون صرنا بالنيوير. فاتمنى لكم سنه سعيده ومليئه بكل الجولز اللي انتم او الدريمز اللي نفسكم تحققوها. فهمتوا علي؟ اللي فهم فهم يغمز. المهم اليوم ليله راس السنه، الساعه 12 وربع الظهر، عندي كم من شغله لازم اسويها قبل ما نطلع اليوم بالليل. اليوم بالليل رايحين حفله هيك عراقيه عربيه برايفت احد مسويها وانعزمنا، هيك فشي يعني حلو مو كلش اوفر وهيك. المهم فاريد اعزل اول شيء المطبخ، بده تعزيل، طلعوا السينك يراد له تعزيل، لازم شويه انظف الستوف، شويه انظف من هنا. المهم يراد لي شويه تعزيلات وترتيبات قبل ما نبدي تحضيرات ليله راس السنه. ودا افكر اريد اروح السفورة لانه دا ظل اشوف ناس منزلين الفاونديشن الجديد مال ميك اب باي ماريو وحابه اجربه، فممكن اروح اجيبه، ما بنعرف. بس المهم حنبدي اول شيء بالمطبخ. ايش قد لغيت؟ قولوا لي سكتي وابدي الفيديو. خلاص اوكي، المهم ليتس ستارت ذا فيديو. اول شيء حسويه هو شويه انظف بالمطبخ، اطلع الاشياء من السينك واعبيها على مود يكون البيت نظيف فور ذا ستارت اوف ذا نيو يير. فحاعمل هاي الاشياء وبرجع لكم. البارحه رحت التارجت واشتريت كم شغله اراويكم، ولا بس اخلص؟ خلص بس اخلص برجع لكم. اوكي خلصت السينك، غسلت المواعين، اجى وقت انظف الستوف وبس، بعديها يمكن نروح السفورة. كتمة بردان سان رمضان بان اصلا يا شاي ما بيرفكت. ايش بقى؟ توقع ها هي، توقع ها هي. اوكي حنروح السفورة نجيب الميك اب باي ماريو فاونديشن، خلاص علق براسي ابي اروح اجيبه، فتعالوا نروح نجيبه. اني صراحة كنت رايدة الهاوس لابز، هيك اسمه هاوس لابز، بس ما ادري وايد اشوف ميك اب باي ماريو على التيك توك وام ايزلي انفلونسد، فتعالوا نروح نشوف اذا حلو او لا. To Sephora we go. Okay, وصلنا. يلا نروح نشوف. Excuse me.
No, that's in the lighter shade. Okay. I think I'm light currently. Yes. Let's see. I'm gonna go for a neutral first. Where's the... changes a little bit, and then I will go with a neutral on the other side. The neutrals are pulling lighter for us, so I'm going with 8 neutral first, which is the lighter neutral. So you don't even have to worry about blending down your neck if you want to. I always just blend down my neck anyway, but that is in the shade 8 neutral. Okay. One. Oh, perfect. I know, we don't even have a spot on the shelf for it, so like you're in luck today. The time is supposed to be out here. Yay! Thank you so much. You're welcome. Anytime. Is there anything else I can help you with? No, I'm just going to walk around and I'll check out. Perfect. Thank you. Okay, جبت الفاونديشن هسه بس دا اتفرج اذا اريد شيء اجيب شيء داخ ونطلع بس الكل عم بتطلع علي. Gift. It has a bronzer and a lip tint in there for you. Cool. So it'll be $59.26. This one has 15. Can you run it for 15? So go ahead and try running it as credit. Okay. Did you put 15? It should just pull just the 15 that's on there. Hopefully. Oh, cool. Yep, so it just pulled the 15. So 44.26 will be the remaining balance. I got the last shade of the Makeup by Mario that I wanted to try, so I'm excited. Of course. Thank you. You have a great day. You too. Hello. Okay, so let me show you what I got. Okay, جبت هذا. هذا كان آخر واحد بالشيد ماتي. ف I got it. إن شاء الله يكون حلو. حجرب أستخدمه اليوم. وآلسو جبت. ما عندي ليب لاينر أحمر. عندي حمرة بس ما عندي ليب لاينر أحمر. وأني ما أقدر من دون ما أحدد شفايفي. فجبت هذا من سيفورا. جربته هو وجربت مال هدى بيوتي. بس هذا ب 13 والهدى بيوتي ب 20 ف كله ليب لاينر يعني. و انطوني هديه. انطوني النارز something I don't know. بس الساعه صارت 1:30 and we gotta go home, so let's go home. الحماس ها. وكان عندي جيفت كارد $15 فنقصت لي من شو اسمه $15. حبيتوا تعرفوا هالمعلومة ولا ما حبيتوا؟ المهم يلا بشوفكم بالبيت. باي. بس قررت اسوي شعري من هسه على مود not to worry about it later. فهمتوا؟ فاني البارحة غسلت شعري بس من فوق مزيت ما ندري ليه, فحغسل بس اللي هنا على مود بزبط. فهمتوا؟ حد فاهم علي؟ we're gonna do is we're gonna look at how bad شكله. okay it's not bad بس ما اعرف ليش اللي قدام مزيتين, فحغسل هغسلهم بس هذول هيك. فهمتوا؟ اوكي غسلت البانجز. ها
هسه حسوي له كيرل كامل. يعني ححط عليه اول شيء سيروم وواقي حراره، هو سيروم بواقي حراره حلو، وحسوي له كيرل وارجع لكم ونشوف بعدين ايش بدنا نعمل فيه. اوكي خلصته، حيبقى هيجي، ما حبشطه، كل شيء ما حسوي له، حيظل مثل ما هو الى ان ابدي اتجهز. هو هيجي يعني زي كانه رايح على بروم، بس عادي خلوه هيك على مود الكيرل تلزم وتظل. ححط هذا التكستشر سبراي من يونايت. هذا مو سبراي، هذا بس تكستشر على مود يلزم الكيرل. الساعة 4:15 وأحمد عمل لنا سباجيتي، ف we're gonna eat. لا تتردد لاحق إجان الليل، حبيبك هسوي غيرك يسولف قاعد ويحكي، يسولف قاعد ويحكي. يا قضي انت تعبك بمفاد، لكن انسى حبك كافي كافي عاد. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. اوكي اجا وقت اتحضر، دا احضر الفيلمينج سيتويشن مع تيك توك، لانه حسوي جت ريدي وذ مي ويا تيك توك عشان هدول الفيديوهات اللي بعملهم. المهم هراويكم السيت اب. اول شيء شغلنا الرينج لايت هنا، هسه ححط كل المكياج. دقيقه ححط سيت اب المكياج كله هنا على مود كل شيء يكون قدامي. For the get ready with me، حتى اليوم ححط lashes كذا، وهذا كل السيت اب كل الاغراض. ان شاء الله ما انسى شيء. Let's get ready. ايه الحلاوه دي، ايه الطعم دي بني كوز. ايش صار؟ Get ready with me for New Year. Get ready with me for Air Air. من مدة سكرت بابك، آه حلوة جت فاتك، آه hair is everywhere. Okay. يا اخوان اظن اليوم لازم اعمل لكم بارت 2 اذا حبيتوا، يعني اذا تبون، لانه انا بس الغي اعملي ميك اب واسكتي. لا شايفني بحكي مع حالي؟ مين؟ انا حبيت انه انا بحكي مع حالي. ما بعرف، I just talk random things. دير بالك عن بلادك وبالعالي، خليها زي ما بتحب اولادك. اذا بدك تكمله احلف. يا ما بغنيها انا 23 مره، ماما ما بغنيها بغنيها ومن انا ما كنت بس بالباص رايحه على المدرسه. انت عم تطلش مني من وقت. انا ما عم بطلش منك على فكره، انا بغني هالاغنيه لما كنت بالباص رايحه على المدرسه بصف سابع. بوليوود مفكرني بلطش منك. قال مير مالك على بلادك. طيب ماشي، اصلا حغني اغنيه ثانيه، استنى افكر باغنيه ثانيه. راح الوقت فاتك. Is he more focused?
انا وياك شنسوي شي طفيها فهمني نار فراق لي تشوي هاد لسه ما طلع من نسي ما شربت احمد هذا تعتبر مشكلتي اعطيني اذا يا اخوان اشتروا هذا الهايلايتر لازم لازم بس شوفوا بني كذ مره نار قولوا لي حيخلص يا اخوان عم بصور فلوج هالهلولي اريد هلهوله كبيره وجو تو بارت 2 اوكي هيك شكل البيهايند ذا سينز لما اكون عم بصور تيك توك وهي التيك توك وهي البيهايند ذا سين يوتيوب جماعة اليوتيوب وجماعة التيك توك عم بحاول اصور لكم الاثنين قد ما اقدر حطيت المكياج ما اعرف اذا اريد اخلي الحمرة الحمراء او لا وش رايكم ولبست This is the outfit بعد افسفت شوية واراويكم الفاينل لوك بس اريد اختار حذاء فبرجع لكم كمان شوي معلش جماعة التيك توك احكوا هاي لجماعة اليوتيوب This is the final look. الساعة 7:30. إحنا نص ساعة ونطلع. وش رأيكم؟ وهيك بنكون جهزنا ورايحين للبارتي. يلا نروح نردح ونقول وجان الليل يا قلبي. بفرجيكم الأوتفيت هناك لأنه هذا الدرس ما يخليني أتحرك. اخبرجيكم اوتفيت احمد تعال احمد وقف هناك الله هاي شنو طالع قمر انت القمر انت قمر فاينل لوك وش رايكم احكوا لي مره نار جد وش رايك حلوه نار حبيتني من جاكيتني نار لا مره نار مره يا عمي